لأنه قلقان من الحفاظة بتاع القلبية وبالتحديد من داخل لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، حيث يتابع وقائع سير العملية الانتخابية بمحافظة القلبية التي تدخل ضمن محافظات المرحلة الثانية، حيث فتحت اللجنة أبوابها منذ الساعة 9 صباحا بعد توفير كافة التجهيزات اللازمة للقضاة داخل اللجان وإعداد بطاقات الاقتراع وتوفير صناديق الاقتراع والتأكد من نزاهتها لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر. أيضا تم عمليات التطهير والتعقيم قبل بدء عملية الاقتراع داخل محافظة القلوبية، وأيضا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كضرورة إلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات، ويمنع دخول أي ناخب بدون كمامة، كما يتم توفير هذه الكمامات خارج اللجنة لمن لا يحملها. أيضا تم الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي داخل اللجنة منعا لانتشار فيروس كورونا. محافظة القلوبية بتشمل أو بتضم 478 مركز انتخابي، بتشمل 1000 لجنة فرعية موزعة على 11 مركز وحي. أيضا حق الذين لهم حق التصويت في العملية الانتخابية أكثر من 3 ملايين ناخب يحق لهم التصويت. محافظة القلوبية أيضا لها يعني مقسمة إلى 6 دوائر انتخابية بتشمل 30 مقعد انتخابي داخل البرلمان، يعني 16 مقعد للقائمة و14 أيضا للفردي. للحديث أكثر عن المشهد الانتخابي داخل اللجنة يسعدنا أن نلتقي بالمستشار حسن بسوس وهو رئيس اللجنة. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. يعني قلت لنا حضرتك عن نظام العملية الانتخابية والإجراءات اللي تم لفتح اللجنة منذ أبوابها في الساعة 9 صباحا. واحنا حضرنا وعيننا اللجنة قبل الساعة 9 وتأكدنا من الصناديق، وبدأت العملية الانتخابية الساعة 9 بالاحترازات والحاجات لازم اللي بيخش لازم يبقى في كمامة وكده، والعملية بتسير في هدوء ويسر وما فيش أي مشاكل. يعني القواعد التي لابد أن يلتزم بها أطراف العملية الانتخابية داخل اللجنة برضو ضمانا لتسيير الناخب، يعني هو اللي بيخش بياخد بيمضي على الكشف وبياخد الورقة وبيروح ويمضي اللي هو عايزه وبيحط الورقة في الصندوق بس، مفيش يعني اكتر. الاوقات بتاعته سهله يعني الخاصه لا لا مفيش مشاكل. بنشكرك يا فندم. يعني كما نشاهد المشهد الانتخابي هنا داخل محافظه القلوبيه بيتسم بالهدوء والاستقرار حتى هذه الساعات منذ فتح اللجان ابوابها في الساعه 9 صباحا، حيث بدا ايضا توافد عدد من الناخبين بمحافظه القلوبيه على اللجان الفرعيه للادلاء باصواتهم بكل سهولة ويسر وسط التأمين الكامل لعناصر الشرطة خارج اللجان لتأمين العملية الانتخابية وضمان إدلاء الناخبين بأصواتهم بكل سهولة ويسر. أيضا قامت محافظة القلوبية بتوفير كافة الإمكانيات داخل اللجان والتجهيزات لإتمام العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، وأيضا تفعيل خطط الطوارئ والمرافق الحيوية استعدادا لسير هذه الانتخابات والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. أيضا تم توفير أماكن انتظار للناخبين خارج اللجان لضمان سير العملية الانتخابية وأيضا إدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، إضافة أيضا إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني نستطيع القول أن المشهد الانتخابي حتى هذه الساعات بيتسم بالهدوء والاستقرار مع استمرار توافد عدد من الناخبين للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. ليأتي الدور على الناخب في التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. إليك زميلي. شكرك، شكرا جزيلا زميلي أحمد ممدوح المتواجد الآن في محافظة القليوبية.